مكتب نتنياهو في بيان أن الترتيب للاجتماع جرى الأسبوع الماضي بهدف بحث التطورات في المنطقة. وأضاف البيان أن كل من مدير جهاز الاستخبارات الموساد والمستشار الإسرائيلي للأمن القومي وملحق نتنياهو العسكري سيرافقونه في هذا الاجتماع. وكان بومبيو وهو أحد أبرز المعارضين لبرنامج إيران النووي قد انتقد في وقت سابق أن التجربة الصاروخية التي أجرتها إيران. ظريف في تغريدة في حسابه بتويتر أن واشنطن تعتبر شريكا في الجرائم التي ترتكبها السعودية والإمارات من خلال دعم الرياض وأبوظبي بالسلاح والمعلومات الاستخبارية، إضافة إلى الدعم اللوجستي. وانتقد ظريف ما سماه تسليح بعض الجماعات المتطرفة بأسلحة أمريكية مثل القاعدة وتنظيم الدولة، وأشار إلى أن ذلك حدث سابقا في سوريا ويحدث الآن في اليمن حسب تعبيره.